خصم توقعك وحتى نحسن خلاص الهجوم وقتي ونزيد عدد اللاعبين. توقعك لنتيجة المباراة؟ ما بالمنتخب توقع، نتمنى وإن شاء الله فايزين. 2-1 للمنتخب العراقي بأسوأ الظروف، 1-1 بأسوأ الظروف. ايش قد راح نجمع نقاط من المباراتين؟ المباراتين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ستة ستة طلع. إن شاء الله إن شاء الله ستة. لو فزنا عمان اعتبر ستة. ستة ستة إن شاء الله. يعني مباراة الكويت تحصيل حاصل؟ لا مو تحصيل، مو تحصيل، لا مو تحصيل. ماكو مباراة. إذا عبرنا عمان يعني ستة. أي مو راح تعطينا هذا اللي نريده. لا ما لا سامح الله تعادلنا. لا شوف هاي تصفيات طويلة، لا سامح الله هي نتيجة نتعامل معاها، لكن احنا عندنا أمل وعندنا هدف وعندنا قناعة كاملة إنه احنا في كأس العالم 2026. شكرا جزيلا كابتن، شكرا جزيلا كابتن، شكرا موصول لكم مشاهدينا، نلتقي غدا، السلام عليكم.